أهلا بكم أحبائنا المشاهدين في حلقة جديدة هاصلاتي من قناة الآرامية. أحييكم بسلام الله الأب ونعمة الرب يسوع المسيح وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم أحبائنا المشاهدين. هذا البرنامج يأتيكم كل يوم اثنين في تمام الساعة 1 بعد الظهر في توقيت ديترويت ميشيغان. أهلا وسهلا بجميعكم في هذه الحلقة 21 من صلاتي. هذه الحلقة معنونة بأدبني يا رب وليكن بالحق. هذه الحلقة من صلاة أريميا، وسيكون معنا في هذا المساء المبارك قصص مباركين. سيكون معنا من الأراضي المقدسة القس فائز لوقا، وأيضا من مصر المينيا القسيس لأول مرة يشارك أيضا معنا القسيس ريمون ميخائيل. أهلا وسهلا بالجميع، وأيضا أرحب بأحبائنا المشاهدين. لكن بداية أحب أن أرحب بحضور الرب في وسطنا، في وسط هذا البرنامج ها صلاتي. صلاتي في هذا المساء أن يأخذ الرب مكانته كملك وكسيد على حياتنا. صلاتي في هذا المساء أن يحرر الرب نفوسنا إلى العبادة الحقيقية. صلاتي أن الرب في هذا المساء أن يعطينا صلوات تكون ذبيحة حية مرضية أمام هذا الإله الحي. اليوم أحبائنا المشاهدين يوم مميز، حلقة مميزة. صوت الرب سيكون لك، ورسالة الرب اليوم ستصل إلى كل المسكونة. ويستخدم الرب اليوم أحباء خدامة لتوصيل هذه الكلمة. قبل أن أرحب أحب بقصص الموجودين معنا اليوم على السكايب، حابة أنه أقرأ قراءة من سفر أريميا من الإصحاح الأول. فكانت كلمة الرب إلي قائلا: قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. فقلت: آه يا سيدي الرب، إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. فقال الرب لي: لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به. لا تخف من وجوههم، لأني أنا معك لأنقذك، يقول الرب. ومد الرب يده ولمس فمي، وقال الرب لي: ها أنا قد جعلت كلامي في فمك، انظر قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرز. ولإلهنا كل المجد وكل الكرامة. أرحب بحضرة القسيس من الأراضي المقدسة القسيس فائز. أهلا وسهلا بحضرتك معنا اليوم. حضرة القسيس الصوت، أنا ما سمع الصوت، هل تسمعني؟ أنا أرحب يا أهل بيكي باسم كريم المشاهدين. أوكي، حضرة القسيس الصوت مش واضح. أنا راح أنتقل إلى القسيس، هل القسيس ريمون من كنيسة النعمة جاهز؟ معك حضرتك. اهلا وسهلا، برحب بحضرتك لاول مره معانا في قناه الاراميه. ممكن توطي الصوت عندك حضره القسيس؟ أهلا بك حضرة القسيس، أشكر الرب من أجل قبولك الدعوة وأيضا مشاركتنا في برنامج هاصلاتي. بداية، شكرا. بداية قبل أنه نبدأ الحلقة، حابين أنه نلتمس حضور روح الرب. اليوم إحنا مجتمعين جايين نشوف الرب يسوع في هذا المكان، جايين نشوف عمل الروح القدس في وسطنا في هذه الأيام. لهذا نريد اليوم أنه نصلي باسم الرب يسوع. أتينا إلى هذا المكان نعبد يسوع.
نطلب من حضرتك أنه ترفعنا وترفع النفوس اللي بتشاهدنا الآن أمام شاشات التلفزيون. الرب يحضر ويهيئ النفوس لتستقبل رسالة الرب. أمين 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 أمين. بسم الله. اتفضل. نشكرك لعظمك يا إله مبارك ملك محبتك لأمان. نشكرك لأنك إله قدوس وعظيم رب تستطيع كل شيء ولا يحصل عليك. رب طلب باسم رب يسوع بهيمنة خاصة يا رب. نطلب يا رب باسم الله على الاجتماع وعلى كل من يسمعنا باسم رب يسوع. أنا سلطانك بعد مجدك يا سيد رب بعد أمانتك يا سيد رب باسم يسوع. بركة خاصة يا رب لكل أهل كل أخت يا رب بقيم على هذا العمل باسم رب يسوع. أنا سلطانك أعلى مجدك استمر الآن يا سيد رب استمر الأفكار باسم يسوع. ارشاد باسم يسوع خاص رب لكل نفس فينا رب. كل من يسمعنا كذلك رب تقدر تفتح الأذهان باسم رب يسوع وتقدر تدمع علينا رب وتدمع على كل من يسمعنا باسم رب يسوع. آمين آمين. لإلهنا كل المجد. شكرا حضرة القسيس. إذا ممكن توطي الصوت عندك لأنه الصوت يعطي صدى عندنا فبيشوش. إذا ممكن توطيه كليا. شكرا. يس شكرا حضرة القسيس. احنا من قناة الآرامية أعلننا اليوم اليوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يوم صوم وصلاة من أجل شعب الرب في مصر. فاليوم احنا رح نرفع صلوات خاصة إلى السماء ونرسل أصوات إلى السماء لأجل شعبنا في مصر شعب الرب. بعد قليل أيضا رح أطلب من حضرتك ترفع بصورة عامة شعب في مصر أنه الرب يتدخل اليوم. الرب نشكر الرب من أجل أنه فعلا بيرسل تعزيات وبيرسل كلمات بتشفي وتعطي قوة ونهضة في حياتنا. بعد قليل رح نقرأ بعض الآيات من الكتاب المقدس اللي فعلا شجعتنا هذا الصباح. لكن قسيس موضوع حلقتنا اليوم هو من سفر أرميا أدبني يا رب ولكن بالحق. إذا ممكن تعطي للمشاهد يعني نبذة أو لمحة صغيرة عن ما وضع على قلبك اليوم الرب رح تكلم فيه المشاهد. ربنا نمشي في خطة بتاعته، نمشي في مشيته، نمشي في قراراته. الإنسان المؤمن ليه خطة بيكون مميز عن باقي الشعوب اللي حواليه. الإنسان المؤمن هو شمع، هو نور، يكون مميز، يكون بار، مختلف عن الإنسان الخاطئ اللي بيكون في العالم. فلما بيغلط ربنا بيقدمه بالحق. هو تقبل كلمة نعم زي ما هو حياة ربنا بيقدمنا الكلمة وبيقدمنا بعض التأديب إذا احساسة من الأمر ان احنا نقدم تأديب عصاية من عنده ممكن تكون تأديب بصورة مختلفة حسب الشخص اللي بيفهم ما شاء الله. أمين. أوكي حضرة القسيس حضرتك أشرت إلى أنه الله كأب بيأدب أولاده وبناته. يعني هو كأب صالح كأب مثالي في لازم أنه إحنا بنعرف إذا كنا يعني إحنا عايشين مع أب وأم إحنا عندما نخطئ أو يعني بنطلع بنحيد عن الطريق البابا أو الماما يعني بيأدبونا بطريقة كل يعني أب أو أم لهم طريقة خاصة. الله أيضا إلى يعني طرق خاصة لأنه الرب يحب أنه يكونون أولاده وبناته يكونون نور للعالم بيكونوا ملح للعالم. يقول الكتاب ويرون أعمالكم ويمجدون أباكم الذي في السماوات. فكيف توصف
الله الأب عندما يعني اليوم إحنا المشاهد كابن أو كابنة بتغلط، كيف الله الأب هل يستخدم عصا التأديب بقوة أم كيف؟ الإنسان إذا ممكن يرجع بصوت بسيط إذا كان بأذان روحية يعرف يسمع لها صوت رب، لكن إذا ابتدى يبعد ممكن العصا تمتد إليه، ممكن يبتدي بعد سماع صوت رب دي أول حاجة، ممكن يبتدي عصا التأديب إن هو بدل ما يكون أعدائه يسيبونه يكونوا ضده. زي زمان لما كان الشعب حوالين شعب اسرائيل زي دوم وحرام و بيأدبهم الشعوب اللي حواليهم، لكن لما بيكونهم مشيئة الله كانوا بيسالموهم بيكونوا مطيعين وخاضعين لشعب الله، فالدنيا بتختلف. طيب حضرة القسيس شكرا من أجل هذه الكلمات المشجعة. قبل أنه أنتقل إلى القس فائز رح نطلع بترنيمة، ماذا أرد للرب من أجل كل إحساناته؟ خلونا نسبح ونرنم لهذا الإله العظيم، والأكثر أنه أسكب طيبي كل طيبي عند رجليه. آمين. معنا من الأراضي المقدسة القس فائز لوقا، وأيضا من مصر القسيس ريمون ميخائيل. أرحب بمشاهدينا الكرام مرة ثانية، وأيضا إذا كان لديكم أي طلبة صلاة أيضا تحبون تشاركون معنا في هذا البرنامج بنرحب باتصالاتكم ونستقبل اتصالاتكم بكل سرور. معنا الآن من الأراضي المقدسة حضرة القسيس فائز لوقا. مساء الخير. اهلا وسهلا حضرة القسيس. حضرة القسيس احنا اليوم نشكر الرب من اجل حضور الرب معنا، من اجل وجود مسحة الروح القدس دائما هي اللي بتفيض وتعطي قوة جديدة في كل حلقة. أنا واثقة اليوم في رسالة خاصة ومميزة لشعب الرب، وأيضا للنفوس اللي هي ما زالت بعيدة ولم تعرف المسيح ولم تقبل المسيح. واثقة كل الثقة أنه الرب بيستخدم الخدام والقسس في كل المكان من كل الأرض ليوصلوا هذه الرسالة إلى كل نفس بعيدة هي عن الرب. اليوم الرب بيكلمنا عن أرميا النبي اللي كان هو أيضا كاهن ونبي الله. الرب استخدم أرميا في ذاك الوقت إنه يكون أيضا يعني بينادي برسالة اللي هي رسالة التوبة وللخلاص للشعب اللي كان هو معه. وإحنا بنعرف أيضا إنه النبي أرميا بيسميه الكتاب النبي الباكي. فهناك يعني استخدامات كثيرة لهذا النبي، وأيضا كان هناك في نفس الوقت اللي عاصر النبي أرميا كان هناك أكثر من مرتين سبى شعبه. فإذا ممكن يعني تعطينا مقدمة عن الرب اللي وضعها على قلبك لشخصية أرميا والصلاة اللي كان بينادي فيها الله من أجل هذا الشعب اللي كان بينادي من أجل التوبة لكن كان شعب شرير ولم يسمع رسالة الرب. أتمنى أن الصوت يكون واضح. مساء الخير للجميع، اهلا وسهلا بكم. الصوت واطي، اذا ممكن المخرج يعلي الصوت. اتمنى ان يكون واضح. نعم تفضل. وشعر ان صدى للصوت، يا ريت تظبط في صدى للصوت. في صدى للصوت؟ اوكي. حضرة القسيس قبل انه ندخل للموضوع احنا اعلنا قبل بداية الحلقة
غرفة الصلاة الآرامية أعلننا صوم وصلاة لمدة 3 أيام بسبب ما يعاني شعب الرب في مصر والاضطهاد والمعاناة اللي بنشوفها يوميا على الأخبار. حبينا أنه نعبر عن محبتنا وتضامننا مع شعب الرب في كل أنحاء العالم ومنها في أحبائنا في مصر. لهذا اليوم غرفة الصلاة تقدم وترفع الصلاة والصوم لهذا الإله العظيم. إذا ممكن تشاركنا أنه أيضا حضرتك ترفع صلاة من أجل هذا الشعب أنه الرب يرسل تعزيات ويرسل معونة إلهية سماوية إلى أرض مصر وأيضا إلى أرض العراق وأرض سوريا وكل الشرق الأوسط بصورة عامة. قسيس هل تسمعني؟ هذا اللقاء التاريخي من حياتنا يا رب، نصلي أن مسحة الروح القدس تكون على كل الأجهزة يا رب، حتى الصوت أمين يصل إلى كل الأرض، واصل إلى كل المشاهدين بطريقة ناجعة وناجحة. يا رب أشكرك لأجل هذا اللقاء التاريخي، وأنت تجمعنا حوالين هذه الشخصية النبي الباكر أرمياء رجل الله في القديم وصلواته، وأننا نثق يا رب في هذه الفرصة الذهبية التي منحتنا إياها أنك تسمع دعاءنا وصلاتنا وتوجعنا ودموعنا وتكريسنا. وإن كانت يا رب غرفة الأرامية تصوم وتصلي لمدة 3 أيام يا رب لأجل الأحداث التي تحدث في العراق وسوريا ومصر ومحافظة المنيا وقرى وضواحي ومدن المنيا، إننا رب نشعر بثقل المسؤولية تجاه شعبك ونضم صوتنا مع رجل الله في القديم أرمياء. يا ليت رؤوسنا يا نبيع ماء وعيوننا ماء متدفق لأجل النفوس الغالية يا رب التي مت لأجلها ودفعت ثمنا عظيما على الصليب. نصلي أن يدك يا رب الرفيعة والقوية تسود بالسلام على كل الشرق الأوسط يا رب، على فلسطين، على يا رب العراق، على الأردن، أمين. على يا رب أمين. اليمن، على تونس، على ليبيا، على مصر، شعبك أمين. الكثير يا رب في مصر وفي كل المحافظات، وبصفة خاصة يا رب الأسيس ريمون اللي من كنيسة النعمة أمين. بالمنيا. نصلي يا رب أنك تحفظ أولادك وبناتك وكنائسك وشعبك في المنيا يا رب. قوة مباركة عظيمة علينا وعلى نفوسنا، مسحة وسلطان الروح أمين. القدس يا رب يملأ الأواني زيتا جديدا مقدسا، املأ أوانينا شجاعة وقوة لنتكلم بكلامك بكل مجاهرة، لمد يدك للشفاء والغفران والمصالحة بين المذاهب والطوائف والشعوب التي يا رب المتناحرة والمتصارعة، سواء يا رب باختلافات دينية أو عرقية أو مذهبية أو شعبية. نصلي إن سلامك يعم هذا العالم، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا ورغائبنا. بارك هذا البرنامج، بارك هذه القناة يا رب، بارك عبيدك المشاركين، ادينا نعمة خاصة ومسحة خاصة بقوة وفعالية الروح القدس لتعطينا رب وقت هادئ هانئ نتكلم بكلامك بكل مجاهرة. ونصلي وندعو يا رب أن حل سلامك على جميع يا رب شعوبنا أمين. وجميع دولنا وجميع محافظاتنا ومدننا بقوة وفعالية الروح القدس كما أمرتنا. صلوا 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 لنعيش أيام هادئة هانئة في سلامك. وإله السلام، وإله السلام شخص ربنا يسوع المسيح يمنحنا سلام يا رب يختلف عن سلام هذا العالم. لنصلي يا رب إنك تعزي شعبك وتحفظ شعبك وتقود شعبك من مجد إلى مجد ومن قوة إلى قوة كما من الرب الروح في شفيعنا الوحيد أيها المسيح إلهنا أيها الآب بشفاعة يسوع المسيح مع الروح القدس. أرجو أنك تقبل أدعيتنا وصلواتنا وابتهالاتنا وتشكراتنا لك السجود والحمد الدائم من الآن وإلى أبد الدهور آمين.
آمين. لإلهنا كل المجد وكل الكرامة. ربي باركك حضرة القسيس. احنا عرفنا انه سفر ارميا بيبدأ في تعاملات الله مع ارميا، ويبدأ بدعوة ارميا للخدمة. وبحسب قراءتنا في المرات السابقة، ارميا كان في سن صغير جدا عندما دعا الرب انه يقود شعب الرب الى التوبة والاصلاح ويصلح قلوبهم وايضا نواياهم. واحنا ايضا بنعرف انه هم كان كشعب في حالة زنا. لهذا الرب اليوم وضع على قلوبنا انه الصلاة ارميا، عندما لانه كان ارميا كما حضرتك قلت انه النبي الباكي، فكان يبكي من اجل هذا الشعب المعاند اللي الرب شبه هذا الشعب بالمرأة الزانية. فصلاة ارميا يقول: ادبني يا رب ولكن بالحق، لا بغضبك لالا تفنيني. ما هو تعليقك على هذه الجزئية؟ الحقيقة أنا شكر الرب كتير يا أخت رواء لأجل هذا النص. أتذكر ما يفوق 30 عاما عندما رسمت خادما للرب، قريت في رسامتي هذا النص أرمياء 1، وكنت متأكد أن دعوة الرب دعوة شخصية. الله يدعو مؤمنين وأنبياء وخدام، ويدعو أولاد إله لهم قلب أرمياء ولهم دعوة أرمياء. نعم. وهذه الدعوة هي دعوة عظيمة، لذلك أنبياء أرمياء النبي الباكي بيوضح لنا إن الله اختاره قبل أن يخرج من البطن. الله فرزه، خصصه ليكون نبي. وأتشرف بهذه الدعوة العظيمة أكثر من 30 عام وأنا رسمت خادما للرب قسيس، والرب باركني بهذا الإصحاح في رسامتي. وفي هذه الليلة المباركة بعد ما يزيد عن 30 عاما ونحن نتأمل في الإصحاح العاشر بداءة من عدد 23 من سفر أرمياء، ما وضع الرب على قلبي وقلب هذا العنوان: أدبني يا رب ولكن بالحق. الحقيقة فكرة التأديب هون تعني الإصلاح، تعني التهذيب، تعني التقويم، تعني يعني زي ما نضع الحدث ليس مع السجن اللي فيه عموم الناس اللي أكثر من 18 سنة، أيضا نضع في مؤسسة إداع الطفل الذي اقترف ذنبا عشان تقوم هذه المؤسسة بالإصلاح والتهذيب والتقويم والتأديب الذي حسب البر. فهون أرمياء يضع نفسه مثل البدو الرحل اللي مش عارفين وين ينصبوا الخيام بتاعتهم، وهو وضح إن هؤلاء الرعاة القادة للشعب البدوي في الصحراء يحتاج إلى معرفة وإدراك، لا يقود الشعب إلى الضلال أو التوهان، لكن يقود شعب الله إلى الله، إلى التوبة، إلى التغيير، إلى الإصلاح، أن أوجه قلب الشعب أن يتوجه نحو الله. ولما أقول أدبني يا رب ولكن بالحق، معناها وجوهرها يعني يا رب ما تدينيش التأديب الذي يجعل حياتي تنتهي وتفنى، لكن أعطيني يا رب تقويم من عندك، أعطيني إصلاح من عندك، أديني تأديب وليس التأديب الذي يجعلني أن أفنى وأن أنقرض. لأن الحقيقة أحبائي لو تأملنا في العدد 23 الفقرة الأولى منه: أدركت يا رب إن الإنسان لا يملك زمام طريقه. معناها ببساطة أن النبي أدرك أن الإنسان لا يستطيع أن يتخذ إرادة كاملة في حياته، هو إنسان ضعيف، لذلك يحتاج إلى معونة الله، لذلك يحتاج إلى تعضيد الله، لذلك يحتاج إلى تشديد الله، يحتاج فعلا إن الله الذي جعله يعرف قدر نفسه، رحم إنسان عرف قدر نفسه، إن الله يكون معه لطيفا ووديعا ومهذبا ومقوما. لأن في فرق بين التقييم والتقويم. التقويم الذي في البر
دي معناها قصده الكتاب النهارده بان الانسان الله يصلح حاله يقوده رويدا رويدا حتى يعرف صوابه ويسلك في طريق الصواب. وطريق الصواب ان وجه الانسان وقلب الانسان يتجهان نحو الله الرؤوف اللطيف الغفور الشفوق، لان شعب الرب يحتاج الى تهذيب وتقويم والى مراحم عظيمه. اما الفقره ب في الايه 23 وليس في وسع الانسان ان يوجه خطى نفسه، يعني رب الانسان عاجز على ان يسلك السلوك القويم المستقيم، لذلك يا رب قوم طريقي، عدد طريقي، وجهني وهذبني نحوك يا رب، لاعرف بانك انت الاله العظيم تستطيع انك فعلا توجهني الى هذا الحق بالحق، ولا تفنى نفسي او تهلك نفسي عند توبيخك او تاديبك. ليه يا أرمياء رجل الله تكلم في الآية 24 وقال قومني يا رب حقك لا بغضبك ولا تلاشيني؟ يعني الإنسان يستطيع أن تقويم ربنا، تهذيب ربنا، دعم ربنا للإنسان لمعرفة الصواب، هذا الدعم الإلهي بالنسبة لأولاد المؤمنين اللي عارفين اسمه ومتكلين عليه ويتجهوا نحوه، هذا التقويم والتقييم يقود الإنسان إلى الإصلاح وإلى التهذيب وإلى خلاص الإنسان وتتميم خلاصه بخوف ورعدة. ليه بقى؟ لأن الأشرار لينصب سخطك على الأمم التي لا تعرفك. وهون أوضح أن الأمم هؤلاء لا تعرف الرب، بمعنى الأمم لا يتجهون بقلوبهم ووجوههم نحو الرب، لكن يتجهون نحو الضلال نحو الشرور. فكل إنسان أممي معناه لا يعرف الرب معرفة حقيقية ولا يقيم علاقة بينه وبين الرب. إذن في لغة الكتاب الأممي الذي لا يعرف الرب، الذي هو بعيد عن الرب. الأممي هو الذي لا يدعو الرب بالحق. الأممي هو الذي يلجأ إلى الشغل اللي احنا بنشوفه دلوقتي، الدرعات والعنف والهلاك والنبال والسيف والرمح والطيارة والقنابل الحارقة، ويلجأ عايز يفرض سلطته وقوته. هؤلاء هم الشعوب اللي هي أمم لا تعرف الرب. من يعرف الرب يعرف السلام، من يعرف الرب يعرف المحبة والأخاء، من يعرف الرب يعرف الآخر ويجعل الآخر مثله تماما في كل الحقوق وكل الواجبات. من يعرف الرب يدعو باسم الرب، من يعرف الرب فعلا دايما متجه نحو الرب ونحو معرفة الرب، المعرفة العظيمة والقويمة. ولأن الشعوب لا تدنو ولا تعرف الله لأنهم افترسوا ذرية يعقوب والتهموها وأخرجوا مسكنها. يا أحبائي، الذي يحدث في مدن المنيا والذي يحدث في قرية الكشح والذي يحدث في معظم صعيد مصر والذي يحدث في العراق والذي يحدث في سوريا والذي يحدث في ليبيا، إنما هو شر الإنسان وبعده كأممي لا يعرف الله ولا يعرف طريق الله طريق السلام ولا يعرف طريق المحبة والإخاء. لذلك ونحن نصلي ونتكلم بكلمة الله في هذا اللقاء التاريخي، نوجه نداءنا إلى كل مستمعين وإلا كل شعوب الأرض، انت مالكش اخ عدو في الانسانيه، انت لك عدو واحد هو ابليس، هو الشيطان، هو النبي الكذاب، هو الوحوش التي تتوجه نحو قتل الاخر ونحو افتراس الاخر واغتصاب الاخر وحقوقه وحرياته. لاجل ذلك يا احبائي ندعوكم في هذا اللقاء المبارك مع ارمياء النبي ونقول يا رب ادبني يا رب، ولكن بالحق، لأن الله قاضي عادل ديان يقضي للمسكون بالعدل ولا يحب الظلم ولا ينادي الله بقتل الآخر، لكن الله محبة ينادي بنجاة الآخر وإسعاف الآخر والصلاة لأجل الآخر والصلاة لأجل المهمشين والصلاة لأجل المضطهدين والمظلومين والصلاة لأجل الضعفاء والصلاة لأجل المرأة والطفل والغريب واليتيم والضيف والأرملة. لذلك يا أحبائي رسالة الله لنا في هذا المساء
واضحة المعالم وعنوانها. يا رب قومني، قوم أمين. طريقي أمين. ردني إليك يا رب أمين. بالحق، ولا تسلمني إلى التهلكة أو إلى ما أعرفكش أو أتجه ليك أو أسلب الآخر أو أظلم الآخر أو أفني مسكن الآخر أو أدمر الآخر، لا في مسكنه ولا في معبده ولا في إقامته أمين. لا المرأة ولا الطفل ولا الأرملة ولا اليتيم ولا الضيف. لذلك ندعوكم بكلمة وتعليم ربنا يسوع المسيح أننا نضم مع رجل الله النبي الباكي الأرمياء، ونصلي لأجل قتلى بنت شعبي، ونصلي النهاردة لأجل كل المضطهدين والمظلومين، أن الرب يجري القضاء بالعدل، وأن الرب يعرف الناس طرقه، طرق التوبة والرجوع إلى الله، ليختبروا محبة الله التي ظهرت في المسيح يسوع، ويعرفون يسوع ربا ومخلصا وفاديا ومعلما، وهو إله السلام وإله المحبة، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. وناديك في هذه الفرصة إن الله محبة، يسوع بحبك، ارجع لصوابك وتب ووقف أعمال الشر وأعمال الهلاك والدمار، وارجع إلى الله وتب، عسى الله أن يقبلك ويغفر قلبك ويغفر توبتك، فتكون ابن لله مغسول بالدم مطهر بالنعمة، اسمك مكتوب في سفر الحياة، وأنت على الأرض تتيقن من تعليم شخص ربنا يسوع المسيح، وتقول له قومني يا رب بالحق، أدبني يا رب بالحق لأكون ابنا صالحا لملكوتك. أمين. لإلهنا كل المجد وكل الكرامة. شكرا حضرة القسيس فائز على يعني كلام رائع، كلام جميل جدا، وبعد قليل أيضا رح نعود معك ونستكمل حديثنا اليوم. لكن الآن أيضا أستقبل حضرة القسيس ريمون، أتمنى أنه يكون الصوت الآن. نعم المخرج. نعم أنا أشكر حضرة القسيس ريمون من أجل حضورك معنا في هذا البرنامج ها صلاتي، وأنا واثقة أنه الرب رح يستخدمك اليوم أيضا للبركة. لكن قبل أنه أسألك السؤال حضرة القسيس، في عندي بعض الطلبات الأحبة، في طلبة من أجل أخت بتطلب أنه الرب يفتح أبواب العمل أمامها، وأيضا طلبة أخرى من أجل أخت ثانية من ابنها بده يشوف بنت مؤمنة، فتريد أنه نصلي من أجلها ومن أجل العائلة، الرب يعطيهم زرع بشر. فإذا ممكن هذه الثلاث طلبات ترفعهم أمام عرش النعمة. أمين. تفضل. أمين. يا رب يسوع، أنت إله عظيم يا رب، تصدق كل شك ورياء صالحة يا رب، أنت تتحكم في كل الأمور، أنت رب مسيطر على كل شيء في مملكة الناس يا رب، أشكرك وبعظم اسمك، أشكرك يا رب محتاجة تدين يا رب احتياجة في العمل، أنت تدبر لها الفرصة من عمل يا رب عمل مجد اسمك، وقت اللي تريد يا بشر انت تقدر يا رب اللي عطيت صورة يا رب، عطيت يا رب اللي صورة العاقل وعطيت رحيلة وفتحت رحمها، تقدر يا رب باسم رب يسوع تقدر بالصرع زرع بشر فوق الآب باسم يسوع، اللي هي صمرة بطن من عندك يا رب، بورت البطن يا رب، صلاة المحبة، صلاة النعمة، صلاة الزواج يا رب، تقدر يا رب تستطيع كل شيء بالعصر، أنا أؤمن بك رب إنك أنت إله المستحيلات، إله يا رب لا تخفى أمام الجبال أو سدودك أمام حدود يا رب، أنت الإله القدير وحدك لا شريك لك رب، أنا أثق فيك، أثق فيك وأثق أمانتك وأثق نعمتك، أثق يا رب الحمد لله تريد يا رب تبديد يا رب محتاج روح والنفس والمحال يا رب، تذكر كل العائلة أمامك، كل أخ وأخت يا رب حاطوا طلبات قدامهم النهارده يا رب، إحنا بنحط يا رب أمام عرش النعمة، جاي لك يا رب ومنكر طلباتنا قدامك، ونقول لك أنت تقدر يا رب تسدد كل احتياج روحي ونفسي وبلدي، أنت تقدر يا رب
تتمجد وتتعظ معنا يا رب. يا رب تشفي يا رب، تدلنا في طريقك وعلمك واكشفك وطريقك تسلوك. امين. لإلهنا كل المجد. امين امين امين. لإلهنا كل المجد. انا بتحد مع اخي ريمون بكل طلبه وبتفق معه بكل طلبه ايها السيد الرب في هذا المساء المبارك ايها الرب الاله. انا واخوتي يا رب متحدين بكل الطلبات أمام عرش النعمة، ندخل أمامك أيها السيد الرب بكل وقار وبكل هيبة. نشكرك أيها السيد من أجل باب النعمة اللي ما زال مفتوح أمامنا. نشكرك لأنه هيبة حضورك معانا. نشكرك لأنه مسحة الروح معانا. نشكرك على كل إحساناتك وبركاتك علينا في كل صباح وكل مساء. نعظم اسمك، نبارك اسمك، نرفعك أيها السيد في هذه الحلقة أيها الرب الإله. بنشكرك لأن حضورك أيها السيد الرب بينتقل عبر هذه الشاشة الصغيرة. نشكرك لأنه رسالتك يا رب بتنتقل من خلال خدامك ومن خلال القسس أيها السيد الرب. نشكرك لأنه هذه الخدمة مؤسسة على كلمتك أيها الرب الإله. نشكرك لأنه هي دعوتك، كما دعيت أرميا دعوت كل واحد من عندنا. احنا بنشكرك أيها السيد الرب لأنه ليس باستحقاق، لكن لا باستحقاق منا، لكن على أساس دم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. شكرا لأنك ألبستنا ثياب الخلاص. شكرا لأنك ألبستنا ثياب البر أيها السيد الرب. نشكرك أيها الرب الإله لأنه أعطيتنا أن نكون جنود الذين يقفون في الثغرة من أجل الآخرين. نشكرك أيها السيد الرب من أجل هذا اليوم المبارك اللي أعطيت في قلوبنا يا رب، ثقلت على قلوبنا أنه نرفع أحبائنا يا رب وشعبك يا رب اللي هو أيضا إحنا يا رب جسد واحد يا رب فيك أيها السيد. نرفع قلوبنا، نرفع يا رب هذا الشعب أمامك يا رب، نرفع الاضطهاد أيها السيد. أنت يا رب تعال زور أراضينا، تعال ارويها أيها الرب، تعال اشبعها من محبتك أيها الرب الإله. نشكرك لأنه الآن أنت يا رب رح تأتي يا رب بقوة غير عادية أيها السيد، رح تأتي يا رب وتلمس القلوب، رح تأتي وتلمس النفوس. نشكرك أيها السيد الرب لأنه دائما أنت بتعطي قوة فوق قوة. نشكرك لأنه دائما تعطينا نقلات يا رب غير عادية. بنشكرك من أجل هذا البرنامج. نشكرك يا رب، احنا بننتهر كل روح تشويش، بننتهر كل روح غريبة في هذا المكان أيها السيد، بننتهر كل روح يا رب على الأجهزة أيها السيد. نشكرك لأنك أنت المهيمن أيها السيد على الاستوديو وعلى كل الأجهزة أيها الرب الإله. نشكرك لأنه كلمتك رح تصل إلى كل المسكونة. لك المجد، لك الكرامة، لك العظمة من الآن وإلى أبد الآبدين. نصلي آمين. نشكرك أخي ريمون من المنيا من مصر. متأسفين لأنه الصوت ما كان واضح، لهذا اضطرينا أنه نوقف الصوت، لكن الآن رح أعود معك. كما تفضل حضرة القسيس لوقا وتكلمنا عن أرميا، كيف أنه الرب أرسل أرميا وكانت خدمة ومهمة أرميا مؤسسة على كلمة الله، وكانت خدمته هي للأمم وأيضا لليهود بنفس الوقت. وحلقتنا اليوم هي أدبني يا رب ولكن بالحق، لأنه كان بحسب ما تفضل حضرة القسيس لوقا، لأنه كان شعب بعيد كل البعد، ابتعد عن الرب وابتعد عن الإله الحقيقي اللي كان يعبده، وذهب وراء آلهة وثنية أي إله البعل. لهذا في الأصحاحات الأخرى من سفر أرميا بنلاحظ أنه الرب شبه شعبه بالإمرأة الزانية، تشبيه روحي. وكثير من الأنبياء أشعيا بنفس التشبيه شبه شعب الرب عندما يذهب وراء آلهة أخرى. لهذا اليوم كشعب إحنا أيضا في هذا العصر كثيرين من شعب الرب بيذهبوا يعبدوا آلهة أخرى اللي هي يمكن المال، يمكن العربيات، يمكن الأمور الدنيوية. فكيف
كيف توصف حالة الشعب اليوم بالمقارنة مع شعب الله في العهد القديم؟ هل الله بيتعامل معنا كشعب كنيسة العهد الجديد بنفس ما عامل شعبه في العهد القديم وأرسل النبي أرميا اللي حسب ما وصف حضرة القسيس فائز أنه النبي الباكي اللي كان بيبكي من أجل شعبه، كان بيحزن بأن بيصرخ إلى هذا الإله من أجل هذا الشعب؟ تفضل. حاليا في العهد الجديد في حياه الناس بيحارب الناس بيها، الشعب بيكسر شكوك العيون المتعيشه، بعدين في حاول يشتت الناس بيتهم على ربنا بالامور دي، يجوا العالم يجوا الفلوس ومستعدين يضحوا بانسان عشان خاطر الناس ده، ومستعدين يضحوا بكل شخص حواليهم مجرد ان هو يكون وسيله لل اللي يصل لي من أمور الحياة وأمور الدنيا. لكن ربنا هو أمس اليوم إلى الأبد، ربنا ما يغيرش، لكن هو اللي بيبقى يغير بقى قديم مولد غير في العهد الجديد. ربنا بيقدر يصون ملوك محبتي وضيق عليهم يا شعور، ربنا بيحب يضيق على الناس عشان يحسوا فيه يكون أمن من بعد الحياة، من كل أنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. ربنا بيوصل المحبه بطرق مختلفه ممكن عن طريق حضرتك قسيس ريمون. يعني لو سمحت انا راح استوقفك، المخرج بيطلب انه راح يطلبوك على الفايبر لانه الصوت مش واضح، لكن الان راح نطلبك على الفايبر وراح تطلع مره ثانيه على الهواء ونتواصل بنفس الحديث لو امكن. انا بشكرك من اجل محبتك وصبرك معنا. أحبائي المشاهدين، كما أعلننا هذا اليوم أنه اليوم صوم وصلاة من أجل شعب الرب في مصر، فكلام الرب اليوم هو كان ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض، أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم. لكل شعوب شعب الرب في كل مكان، في العراق خصوصا، في كردستان في شمال العراق، في سوريا، في كل البلاد شعب الرب المضطهد، احنا بنعزي شعبنا المسيحي وقلوبنا معاكم، احنا مناسيكم لكن انتم في قلوبنا، وبنصلي من اجلكم وايضا بنطلب وبنصرخ من للإله من اجلكم. في اصحاح الثالث من ارميا يقول الرب: ارجعوا ايها البنون العصاة، يقول الرب. وايضا في الاصحاح الخامس ايضا: من اكلمهم وانذرهم فيسمعوا، ها ان اذانهم غلفاء فلا يقدرون ان يصغوا، ها ان كلمه الرب صارت لهم عارا لا يسرون بها. احبائنا المشاهدين، عوده مره اخرى مع القسيس ريمون، اتمنى انه يكون الصوت الان اوضح. حضره القسيس أهلا مع حضرتك، تفضل. نشكر الرب، الآن الصوت وضح أكثر، تفضل كمل الفكرة اللي بدأتها حضرتك. كنت بقول لحضرتك إبليس بيحاول إنه يشغل الناس بثلاث حاجات. يس. شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. فبيحاول يضيع عمر الإنسان في الثلاث حاجات دي. يجري ورا جسده، أهواءه، وشهواته، ومخدرات، والجنس، والإدمان بكل أثاره المختلفة. ممكن يوصل إن هو يفضل يجري ورا المال، إن هو يحقق، إن هو يكون أكبر ثروة ممكن يقدر يكونها، والأمر بعد كده يجري بيه ويلاقي نفسه إن هو مات وهلك ومن غير ما يعرف إن أمره ضاع ببلاش من غير حاجة. وكل شوية ممكن يقول له انت كونت مليون دولار، حاول تخليهم 2 مليون، حاول تخليهم 3 مليون، ويفضل يخليه يجري ورا الفلوس لغاية ما يضيع حياته، لغاية ان هو محتاج ان هو يفضل يتعظم في حياته، يتعظم في معيشته. لكن ربنا بيحاول يوصلنا بطرق مختلفة، ممكن يوصلنا عن طريق ترنيمة، طريق وعظة، طريق خدام اللي حوالينا، طريق الناس اللي حوالينا، ممكن يكلمنا عن طريق انسان لسان واحد خاطي بس يوصل لي رساله ويقول لي تعالى توب وارجع انا مستنيك.
لما يجي وقتوب بيقول لي اعلمك وارشدك الطريق للتسلوك انصحك عين عليك. ربنا ممكن يصلي عن طريق طفل صغير يوصل الكلمة على لسانه، بيصلي عن طريق الطبيعة اللي حواليا، ممكن يصلي عن طريق خبطة مثلا ضربة في الجسد، سواء مرض سواء حادثة سواء ضيقة مادية سواء ضيقة من الناس اللي حواليا في الشغل، ضيقة من الظروف اللي حواليا عشان أشعر بيه، وأضيق عليهم لكي يشعروا. ربنا بيحاول يضيق علينا عشان نشعر بيه، نشعر بمحبته، بنشعر بأمانته وحبه لينا. فطول ما الإنسان عايش ليه الفرصة لسه مفتوحة، ليه فرصة إن هو يرجع. ربنا بيحاول يأدبنا بطرق محبته كتيرة، لك ربنا لو أدبني بغضبه وربنا لو أدبني بالعصاية بتاعته ههلك وهضيع، لأن إله أمانة لا يرثي، إله مستقيم ليس فيه خطية وليس فيه عيب. لكن إحنا لما بنضعف وبنبعد عنه بتبقى حالتنا الروحية ضعيفة، تبقى حالتنا الروحية فاسدة. لكن لما بنرجع ليه بنقول يا رب توبني فأتوب، اشفني فأشفى، طهرني فأطهر، ربنا بيبتدي يغير فيا، ربنا بيبتدي يعمل في حياتي الروح القدس. كل ما أسيب مجال لروح الله هو يقدر يغيرني، كل ما أسيب مجال لعمل الله في الكلمة واستجيب للكلمة في حياتي واطبقها عليا في حياتي، ربنا هيقدر يعمل بي أمور عظيمة وهيغير فيا، وهكون كلامي مؤثر ومثمر في اللي حواليا باسم الرب يسوع. ما هو السبب اللي جعل شعب الرب في ذاك الوقت في وقت أرميا انه يحيدوا عن الطريق؟ ما يعني ما هي العوامل او الظروف اللي خلتهم انه يبتعدوا عن العبادة الحقيقية وذهبوا الى العبادة الباطلة؟ لانهم كانوا عايشين بلا توبة، كانوا فاقدين صلاحيتهم وفاقدين حياتهم الروحية، كانوا عايشين في عبادة الأوثان واستمروا في أنانيتهم وحبهم للذات. كانوا بيحاولوا ان هم ماشيين طول ما هم ماشيين يمشوا في الخطية، ما لهمش دعوة بربنا، بعد عنه خالص. فربنا أدبهم، دمرهم بسبب الخطية ودمر الهيكل وسبى الشعب البابل، وكان هو الشعب هو المسؤول عن الخراب والسبي والأوضاع اللي كانت موجودة في البلد. عشان كده كان أرميا بيصرخ لرب يقول له رب ارحم الشعب ده، يا ليت عينيا ينبوع ماء. كان عايز يكون سبب وقف للخراب بتاع أورشليم دي، لكن للأسف الشعب ما سمعش لأرميا وكان ماشي في الخطية بتاعته. طيب قسيس، يعني احنا بنعرف انه الرب تعامل مع شعبه يعني بمواقف كثيرة من العهد القديم، من سفر التكوين الى انه نصل الى أرميا. كيف الشعب انه فقد هذه الثقة وذهب وراء آلهة هو صنعها بحسب الأسفار الموجودة في أرميا، آلهة صنعها بإيد يعني بيده من الخشب ومن المعدن، وألبسها وزينها وبيجلس ويسجد لهذه الآلهة؟ يعني كيف وصل هذا الشعب إلى هذه المرحلة، أي إلى هاي العبادة الباطلة، اتجه من العبادة الحقيقية إلى صانع السماء والأرض إلى إله بيصنعها بإيده؟ اللي وصل الشعب الى يعني الى هالمرحله وكيف؟ عناد الانسان وحب الخطيه وعصيانه وتمرده على الله، لانه هو كان عايز يمشي بنفسه يمشي بدماغه. عدو الخير حاول يخليه يوصل للكبرياء، ان هو يوصل في العهد القديم كان في سفر التكوين كان عايز يعمل برج بابل ويوصل لله وعايز يتجبر وعايز يحط دماغه في السماء ويقول انت فين يا رب، انا قديم وصلت لك وانا قديم متجبر. وكان عامل ان هو ما فيش زيه، اللي هو ده الانسان. فنتيجة خطيته ونتيجة ضعفه ونتيجة تمرده على الله، ربنا ادبهم لانهم عصوه وبعدوا عنه مش ورا خطاياتهم. وبنصرخ عامل اذهان، اعمى اذهان غير المؤمنين. لما بيعمل ذهن فبيضطر يعمل اي حاجه، يعبد خشب، يعبد حديد، يعبد بقر، يعبد شمس، يعبد اي حاجه، لان ذهنه مقفول.
عام أذان غير المؤمنين. أمين. أنا بشكرك كثير حضرة القسيس. أعود إلى القسيس فائز، يعني أشكر الرب من أجل الكلام والرسالة اللي وصلها القس ريمون، لكن الفكرة أنه الشعب بعد أنه الرب تعامل معه وعمل، ويعني التاريخ كان بيشهد عن عمل وقوة الله لشعبه في كل الأسفار اللي قبل أنه نصل إلى سفر أريميا، لكن السبب الرئيسي قسيس، هل تعتقد أنه كيف ما قال قس ريمون أنه التمرد أي الكبرياء أو الغرور ممكن أنه توصل الإنسان يترك الإله الحقيقي ويذهب يعبد آلهة في هذا العالم؟ ممكن تكون أريد حضرتك أنه أنت توضح هاي الفكرة. الحقيقة إذا يقتضى في طريقة الطريق الأولاني طريق الرب، طريق الحق، طريق ممكن النور. تعلي الصوت قسيس؟ أنا الحقيقة الصوت يبدو من الإرسال نفسه، لكن أنا معلي صوتي. أقول من البداية إن الرب عنده طريقين، طريق الخير، طريق الله، طريق الفرائض والأحكام والشرائع والعهود، وطريق الوصية المقدسة اللي ترك الرب للإنسان. أرجو أن الصوت يبقى واضح. نعم سامعك، تفضل. هي طريق الرب وطريق العالم زي ما تفضل حد الأسيس، طريق الشهوة، تعظم المعيشي، شهوة العيون، شهوة الجسد. الصراع الأولاني بين الخير والشر، أني ظهرت كوكب بنت الصبح أراد أن يجعل كرسي زي كرسي الله، خطية الكبرياء. بعد البشرية، بعد البشرية ما نشأت وإن الإنسان ياخد محل إبليس الساقط وكل له دور روحي، دور عظيم مع الله، فالإنسان حرب، اتحارب بشهوات العالم بكل ما فيها من ملذات، ومن هون بدأت الطريقين، الطريق الضيق طريق ربنا والطريق الواسع طريق العالم. والواقع إني الوصايا والأوامر والنواهي والفرائض والأحكام بتاعت ربنا في العهد القديم من يعملها يحيا به، في العهد الجديد أضيف لها النعمة والفداء والخلاص. إذن دلوقتي الطريق الواقع، إذا الإنسان رجع ربنا وتاب وحفظ وصايا الله، والحفظ معناه حاجتين، أحفظ بذهني وبقلبي، أحفظ أردد كلمات الله والآيات والأوامر والنواهي والفرائض والأحكام وتعليم الإنجيل، وأحفظ غيبي، وأحفظ ثانية يعني أعمل بكلمة الله. إذا أنا اتضعت وتقربت لربنا بقلب طاقي وقلب كله مهابة ومخافة ومحبة لربنا، الله بيشيل العقاب والقصاص عني. إذا أنا اتكبرت وأخطئ متعمد وعملت شهوات العالم وكسرت وصية الله، وأنا مع سبق الإصرار والترصد، يعني أنا متعمد أكسر وصية الله، يقع علي عقاب الله. زي رسالتنا النهاردة، الرب قال اذهبوا إلى العالم أجمع، اكرسوا بالإنجيل الخليقة كلها. كلمة إنجيل يعني الخبر الصار، الخبر المفرح، نقدم كلمة الحياة للناس. طب مشاهدينا الأعزاء وكل مستمعينا الأعزاء، كلمة ربنا ليهم حياة لحياة وموت لموت. إذا سمعوا رسالة الإنجيل وآمنوا وصدقوا واعتمدوا وتابوا عن شرورهم، لهم الشق الأول، الشق الخلاصي، من آمن واعتمد خلص. طب إذا رفضوا كلام الله وضربوا بكلام الله عرض الحائط، لهم الشق العقابي، ومن لم يؤمن يدن. إذن إحنا دلوقتي بنتكلم بكلمات الله، بنقدم رسالة حياة لحياة وموت لموت، بنقول يا شرير توب، غير طريقك، بلاش تقتل أخوك ظلم، بلاش تسفك دم أخيك، دم أخيك صارخ إلي، بلاش الحرب والدمار والغطرسة والكبرياء، وبلاش ما تعملونه في العراق أو في إيران أو في سوريا أو في اليمن أو في ليبيا أو في مصر أو في تونس. اطلع يعني اقلعوا عن هاي الطريق، توبوا، بطل الزني، بطل القتل، بطل الشرور، ارجع لربك وتوب توبة من قلب طاهر، توبة نصوح بندامة، الله رح يقبلك. طيب اذا هون لو ما تبش، اذا هون لو ما رجعش الرب بكل قلبه، يقع عليه غضب الله. باختصار يا اختي رواء، نعم، اللي سمعنا النهاردة
وصدق بالإيمان إن ربنا قابله وبطل كبرياء وقتل وزنا وسفك دم واختراع شرور وكذب ونميمة وكل هؤلاء الخطايا اللي بتقوده إلى الجحيم الله يقبله. طيب واحد عمل الخطية مع سبق الإصرار والترصد، ده بنقول عليه أممي بالنسبة لكلام الله، بنقول عليه شعوب ليست من شعب الرب بالنسبة للمفهوم الروحي اللي احنا بنعلم به ونكرس به في هذا اليوم. إذا غضب الله ينصب من السماء على جميع آثام الناس، على جميع خطاياهم واسمهم. إذا الرحمة والتقويم والفداء والخلاص والتبرير والنجاة من غضب الله بالنسبة للإنسان المؤمن اللي يسمع كلمة ربنا ويحفظها ويهاب الله ويحب الله. إذا رسالتنا في هذا المساء رسالة حياة لحياة ورسالة موت لموت. أرمياء يقول لهم يا جماعة تعالوا افهموا، قومني يا رب بالحق، يا رب هذبني، لا تؤدبني، أنا بحتمي فيك، أنا عايز إصلاح وتأديب وفعلا حياتي تتغير للأفضل. أما هؤلاء الأمم والشعوب الذين يسمعون كلام الله ويضلوا في خطاياهم، إحنا بنكلمهم الليلة بكلمات الله، كلمات الحق والعدل. من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. اذهبوا إلى العالم أجمع، كرزوا بالإنجيل للخليقة كلها من آمن واعتمد. إذن أعزائي المشاهدين في هذه الليلة، مهما كانت ديانتكم، مهما كان لونكم، مهما كان شكلكم، مهما كان علمكم، أنا بدعوكم أنكم تتجهوا للرب بكل قلوبكم وترجعوا وتتوبوا وتندنوا وتآمنوا بالمخلص الوحيد اللي يغفر خطاياكم ولا يعود يسكت خطاياكم وتعدياتكم فيما بعد، بل يطرحها في بحر النسيان. لكن بحذرك، إذا ضليت قلبك غير تائب، إذا ضليت في البعد عن الله، إذا ضليت في ظلمك وبطشك بالآخرين وإنك تكون سفاك دماء وإنك تقتل الأبرياء في الكشح، في المنيا، في مصر، في سوريا، في العراق، في ليبيا، أنا بتحدث لك عن قلب مليء بالمحبة، إن لم تتب فهكذا تهلك ويكون الله القاضي العادل الديان الذي يقضي للمسكونة بالعدل، يحاسبك ويقاصصك في دينونة الأحياء والأموات. إذا أحبائي لنرجع إلى الرب ونتوجه إلى الرب بقلب تائب نادم. يمكن ما تعرفش طريق خلاصك، إذا قلت ماذا أفعل لكي أخلص، رح تلقى قدام الرب يملؤون الأرض، رح تشوف القنوات المسيحية، رح تشوف كلمة الله الإنجيل المقدس تقدر تنزله على الإنترنت وتقرأ فيه، رح يقودك إلى المصالحة مع الله وإلى طلب التوبة والغفران بنية صادقة محمودة وبقلب تائب تطلب خلاص الله، عندما ترجع لله تنجو من دينونة الله العادلة ودينونة الله المنتظرة إلى جميع، تنتظر جميع الشعوب. وزي ما قال الكتاب لا دينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، ولأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع يعتقنا، يحررنا، ينجينا من ناموس الخطية والموت. إذن الصراع بين الخير والشر يا أختي رواء صراع قائم وبمفهومه الشخصي وبمفهومه الواسع. إذن نحن نناشد جميع مستمعينا ومشاهدينا في هذه الليلة أنهم يرجعوا ويطلبوا الرب من كل قلوبهم ويندموا ويتوبوا ويقبلون يسوع مخلص شخصي لحياتهم حتى ينجوا من دينونة الله وقصاص الله وعقاب الله العادل. ربي باركك قس فائز. في عندنا فقرة أيضا فيها صلاتي أنه بنرجع المجد لإلهنا العظيم اللي بيستجيب الصلاة، إحنا بنصلي لهذا الإله لأنه إله حي، بنؤمن أنه هو إله حي لأنه هو بيسمع وبيتكلم معانا وإحنا بنتكلم معه، فأيضا هو بيستجيب لطلبات الصلاة. فحابة أنه أقرأ استجابات صلاة اثنين أو ثلاثة اليوم أكتفي فيها، وبالحلقة القادمة أيضا رح نقرأ بعض الاستجابات. في عندنا استجابات صلاة في هذا الشهر قبل أربعة أيام تقريبا، في أخت صلينا من أجلها وكان المفروض
بتعمل العملية في عملية في يعني الركب، فتقول انه رحت للطبيب وقبل العملية عملوا لي الاكس راي، لكن الرب تمجد وكانت سعيدة جدا، وقالت انه الدكتور قال لي انه ما رح نعمل العملية، وانا كنت رايحة متهيئة ومستعدة انه يعملون العملية، لكن إلهنا عظيم، وشهدت عن عمل هذا الإله العظيم في حياتها. وفي شخص الثاني أيضا كان في عنده مرض السرطان وصلينا من أجله، وأيضا الرب شفى تماما، اختفى المرض من الجسد. المجد كله هو للرب، المجد هو يعود لهذا الإله الحي اللي بيعمل بقوة مع شعبه. واختبار أيضا آخر كان عن طريق الهاتف، أخت أيضا تمجد الرب في حياتها، وأيضا تعامل الرب معها مع زوجها، وأيضا العلاقة كانت مكسورة والرب رجع هذه العلاقة. أيضا في عندنا اختبارات أخرى، الرب تعامل مع بيوت أخرى وأيضا تمجد في حياتهم، لكن رح يكون عندنا لقاءات أخرى في حلقات أخرى. الآن حابة أنه أستقبل مكالمة القس ريمون من مصر، أيضا هو معنا. أنا أشكر الرب من أجل وجودك معنا ومن أجل الكلمة اللي الرب خلاها على قلبك. قسيس، في الآية اللي احنا اليوم عنوننا الحلقة فيها، اللي هي فيها كلمة بتقول انه أدبني يا رب ولكن بالحق، لا بغضبك لإلا تفنيني. الرب عندما يأدب أكيد هناك تدريبات للمؤمن، كيف يتعامل؟ هل يتعامل الرب بقساوة مع المؤمن أم بمحبة؟ تأديب الرب لأولاده بمحبة. تطبيق عملي إذا ممكن، يعني كيف أنه الرب من الكتاب المقدس، كيف الرب يتعامل عندما يدربنا ويأدبنا إذا كان للخلاص أو إذا كان للبنيان؟ ربنا بيقدم أولاده بالمحبة وبالحب. تقديم الأدب أنا رب ولكن هي الموت لم يسلمني. لو نبص في العهد القديم هلا ربنا إبراهيم لما نزل إلى أرض مصر، وكان لما كان في مجاعة في الأرض، وراح قال لسارة دي أختي مش مراتي، لك ربنا ما عجبوش إن هو كذب، لكن قال للفرعون قال له ده نبي خليه يصلي لك، لما اتضرب بالمرض وراح صلى لهم وعطاله غنم وشعب ورجع تاني الى ارض فلسطين. ربنا ما ادبوش بالعصايه لكن ادبوا بالمحبه. لو نشوف بولس لما كان راح يقتل في شعب الله في العهد القديم، رب له قال له في الطريق وقال له رب اللي قاله في الطريق في سفر أعمال الرسل تضطهدني ألو؟ يس نعم أنا معك تفضل سامعيك. الرب ظهر في أعمال الرسل لبولس وشاف نور وسمع صوت ووقع وراح دمشق عشان يقتل المسيحيين هناك، لكن ربنا وراه الطريق وعلمه السكة وخلى برنابا يعمد ويقول له على طريق الحق. وكان قبليها ربنا قال له شاول شاول لماذا تضطهدني، فقال من أنت يا سيد، فقال رب أنا يسوع الذي أنت تضطهد وصعب عليك أن ترفس مناخس. ربنا ممكن يكلمني بصوت جوايا، ممكن يكلمني بصوت من الناس اللي حواليا، ممكن يكلمني بأمور مادية مثلا ضغوط عليا من مادة من الشغل من الحياة عشان أقدر أشعر بيه وأشعر بمحبته. لكن هنا نبص لشاول لما كان مرتعد ومتحير قالوا ماذا تريد أن أفعل. ربنا ممكن مرات كثيرة بيوصلنا سكة مسدود عشان نقول يا رب قول لنا انت عايز توصلنا لايه يا رب. لكن الناس اللي كانوا مسافرين معاكم سامعين الصوت لكن ما عرفوش مين هو ده،
شاور بعد كده عرف ان هو ده الرب، وعن طريق حنانيا، وربنا ممكن يوصل لنا صوته عن طريق خدام معين يتحطوا في طريقنا وتحطوا في حياتنا. الناس ممكن ما شفناهمش قبل كده، لكن ممكن نشوفهم في الوقت اللي رب بيأدبنا فيه. يحطوا قدامي خدام معينين، يحطوا قدامي مرنمين، يحطوا قدامي أشخاص ممكن لا يخطر على بال، لكن ربنا ممكن يكلمنا عن طريق ناس مختلفة. ربنا النهاردة ممكن يقول أنا بحبك بصورة مختلفة، عن طريق الظروف اللي حواليا، عن طريق الناس اللي حواليا، عن طريق الكنيسة، وعظة، ترنيمة. لكن لما فضلت في عنادي وفضلت في تعبي وفي ألمي، ربنا ممكن يقبض بألم وتعب. لو نبص لشاور، لو نبص لشمشون، شمشون بعد عن ربنا وفضل ماشي في الخطية ونسي ان هو نذير للرب، لكن وطلعت عليه نتيجة حب للعالم وحب الخطية. نعم. لكن جه تاب ورجع وقال له رب هذه المرة فقط. ربنا لما رجع وتاب ربنا قبل توبته، وكان اللي مواتهم في مماته أكثر من اللي في حياته. ربنا بدينا فرصة ثاني، وبدينا فرصة ثانية إن احنا نتوب، بدينا فرصة ثانية إن احنا نرجع. دربني في حقك وعلمني. رب النهاردة عايز يدينا طريق جديد، يدينا نعمة جديدة، يدينا فرصة جديدة. رب بيقول لكل مشاهد النهاردة، رب أعطيك فرصة جديدة للتوبة، فرصة جديدة إنك ترجع، فرصة جديدة إنك أنت تقول يا رب توبني فأتوب. آمين. 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 حضرة القسيس، قبل إنه نختم معاك، يعني نشكر ربنا من أجل استجابات الصلاة. أحب أنه نقدم شكر للرب، كلمات شكر وامتنان لهذا الإله العظيم اللي بيسمع لشعبه ويستجيب. إذا ممكن ترفع الشعب في مصر أمام عرش النعمة، وأيضا اشكر الرب من أجل كل إحساناته وبركاته، من أجل أنه بيسمعنا بالرغم أحيانا إحنا بنبعد كشعب عنه، لكن هو إله أب حنان. تفضل. نعم. يا رب أشكرك وبعظمك وباركك، لأنك إله عظيم يا رب مستحق الشكر والحمد. نعم. شكرا لك يا رب على أمانتك، شكرا لك على شعبك في مصر. نعم. إنه واقف يا رب رغم الاضطهاد، رغم الظروف الصعبة، رغم الناس اللي عم تموت كل يوم يا رب، رغم الألم اللي موجود في البيوت، رغم الناس اللي بتصرخ، لكن أشكرك يا رب إنك أنت معانا واقف جنبينا. أشكرك يا رب لكل طلب يا رب أنت استجبت لنا في الاجتماع ده يا رب. حسناتي يا رب أشكرك من أجل هذا الاجتماع يا رب. أشكرك من أجل كل طلب أنت سمعتها واستجبت ليها. كانت مقدمة عن طريق هذا الاجتماع. نعم. يا رب. أمين. اجعل يا رب هذا الاجتماع يكون مثمر في اسم الرب يسوع، يكون مثمر، يكون سبب خلاص، يكون سبب تشجيع، وسبب يا رب وقفة حقيقية للنفوس مع شخصك الكريم، تعيد حساباتها ثاني يا رب. الناس تعيد حساباتها معاك وتقول لك يا رب أنا جاي لك بضعف، جاي لك بأسامي، وناقش في دمك إنه بيسترنا ويستر عيوبنا. أمين. رغم خطايانا، رغم ضعفنا، بتقبلنا. أمين. بتقبل أي نفس بيجي ليك يا رب. أشكرك لأنك بتقبلنا يا أبانا، لأنك أنت يا رب بتسترنا بدمك. أشكرك يا رب لأجل هذا البرنامج يا رب، أشكرك من أجل النفوس اللي أنت سمعت ليها، أشكرك يا رب من أجل الطلبات اللي أنت سمعت عن طريق هذا البرنامج يا رب اللي قالتها أختي يا رب. أشكرك من أجل هذه النفوس، ثبتهم في الإيمان، ثبتهم في النعمة، ثبتهم في الكلمة. أذكر يا رب كل نفس يا رب بتحبك وتيجي ليك يا رب. اذكر كل نفس يا رب بتصلي ليك عن طريق هذا البرنامج يا سيد رب. بحط قدامك شعب في مصر يا رب، مصر محتاجاك يا رب، مصر محتاجاك. مش هينفع نصرخ لحد غيرك. انت يا رب الاله الحي الذي تسمع وتستجيب. انت يا رب اللي صنعت في البحر طريق. انت يا رب اللي اقمت يا رب، اقمت حراس على اورشليم يا سيد، لا يسكتون ليل ولا نهار. بنقول لك يا رب النهارده خدامك محتاجين عمل حقيقي في حياتنا، محتاجين عمل حقيقي في كنايتنا. عايزين نهضه في مصر يا رب. أمين. تكون مصر كلها ليك باسم الرب يسوع. مصر كلها تكون لشخصك الكريم يا سيد. امين. تعلن مجدك انت يا رب، تعلن دمك علينا. أمين.
اقترن حبك لينا في اسم الرب يسوع. نعم. مصر محتاجاك يا رب، سوريا يا رب، والعراق يا رب، البلاد العربية دي محتاجة يا رب افتقاد خاص بالروحك القدوس يا سيد، محتاجين نلمسة منك. أمين. شعبك بيصرخ هذه الأيام يا رب، نقول لك مد إيدك، مد إيدك، مد إيدك يا رب، محتاجينك يا رب. مصر فيها اضطهاد كبير، وفي المنيا فيها ناس كتيرة بتموت يا رب، لكن احنا موافقين في دمك ان تقدر توقف نزيف الدم. تقدر توقف نزيف الدم يا رب، تقدر تجعل يا رب للبحر حدا. نعم ايها السيد، تقدر تصنع يا رب امور عظيمة في حياتنا في اسم الرب يسوع. اشكرك يا رب من اجل هذه القناة يا رب، تكون سبب خلاص وسبب بركة للنفوس اللي حواليها يا رب. يا رب اذكر اخوتي واخواتي القائمين على هذا العمل، تباركهم، تحفظهم، تسندهم، تستخدمهم لمجد اسمك القدوس. ليس لنا يا رب، ليس لنا، لكن من اجل اسمك اعطي مجدا. انا واثق في مجدك، واثق في حبك، واثق انك انت متحكم في كل الامور، مسيطر على كل الامور يا رب، لان ليك انت القوه وليك السلطان، ليك العظمه يا رب. الارض وملئها، المسكونه والساكنون فيها، لك يا رب يليك التسبيح، لك يليك السجود يا سيد. السماء تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه، حتى الفلك يا رب بيقول لك انت عظيم، انت قدوس يا رب. احنا بنتفق مع اخواتي في هذه القناه يا رب، يكون سبب بركه ونعمه، سبب خلاص يا رب للنفوس اللي حوالينا باسم الرب يسوع. اشكرك من اجل الطلبات اللي استجابت. انت تقدر يا رب تخلي هذه القناه تكون سبب قناة توصيل للبركة والنعمة للنفوس يا رب، تكون سبب شفاء للنفوس اللي حوالينا اسم الرب يسوع. أمين. بعظمك، أشكرك لأنك اتدخلت في مصر واتدخلت في كل بلد حوالينا. أمين. في اسم يسوع المسيح أطلب يا أبانا، ولك كل الحمد. أمين. أنا بشكرك كثير حضرة القسيس ريمون من أجل وقتك وقبولك الدعوة. صلاتنا أنه الرب يباركك أينما كنت، ويبارك خدمتك والكنيسة اللي تخدم فيها واللي أقامك فيها الله، أنه تعتني برعية الله المفديين بدم الرب يسوع المسيح. شكرا. أعود مرة ثانية مع القسيس فائز، وكلمة أخيرة في دقيقتين بليز. بعد شر عن عنوان دبني، ولكن أنا الصوت مش واضح قسيس فائز، أنا أعتذر كثير، لكن أنا إذا تقدر تحب تتصل تنهينا الحلقة بصلاة إذا ممكن. أنا بشكر الرب من أجل الكلام اللي تفضلتوا من حضرتكم فيه، وأنا أشكر الرب من أجل أنه في اتصال أقول المخرج، لكن بليز ما في عندنا وقت كثير، في أقل من دقيقة. تفضلوا أنتوا على البث المباشر. مرحبا. أهلا. مرحبا أخت رواء. أهلا. أني مارلين. أهلا أخت مارلين. السلام الرب معك أختي مارلين. مثل ما سمعت أنه أنت ما عندك وقت. دقيقتين. أوكي. طبعا أنا بس اريد أعمل مداخلة بسيطة بخصوص الموضوع المطروح اليوم. عن أرميا النبي. تفضلي. اللي تعلمته واللي سمعته أنه أنتوا طبعا غطيتوا الموضوع بما فيه الكفاية، حضرتك وحضرت القسيس قسيس. بس أريد أضيف أنه تعلمنا من هاي اللي قال أرميا النبي، أنه في إحنا في كثير من سلوكيات حياتنا وكلامنا أصبحنا نتبع العالم ونهتم بما يرضي الناس ويرضي اللي يرضيهم هم، ولكن من وصايا التوبة التي أوصانا بها الرب هي أن لا نتبع الناس ولا نسعى لأرضاهم ولا نخاف منهم. لأنه على المسيح الحقيقي والمؤمن أن يفتخر بوجود المسيح في حياته ويخاف منه، لأنه هو ملك الشعوب. الناس تخاف من الناس، ولكن الحقيقة لازم إحنا نخاف من الرب. والخوف الحقيقي هو عندما نفقد نعمة الرب وننسى عهده لنا ووصاياه، لأنه ربنا إله حي يلمس ويحس ويرى، فهو الحق والطريق والحياة. واللي أريد أضيفه أنه من صفات الرب
هي القوة والحكمة والفهم، لأنه هو الذي صنع الأرض والسماوات. فبذاك الوقت لما كانوا يصنعون هم إله بأيديهم من الخشب والذهب ويجعلون الناس يجعلوها مثل شلون يقولون بزنس، يبيعوا حتى يحصلون منها ويخلون الناس تتبع هذا الإله الصنم، وهو ليس لا إله حقيقي ولا هو حي ولا هو عنده حكمة ولا عنده قوة ولا عنده فهم. والمختصر الذي يقول أنه الذي يريد يتبع الرب يجب أولا وأخيرا أن ينكر ذاته في كل سلوك حياته. نكران الذات طبعا تختصر بأشياء مهمة مثل الغفران والتواضع والمحبة والتسامح، وهذه هي طريقة الدخول إلى ملكوت السماوات. واشكرك لان انت انطيتيني دقيقتين وكان كفايه حتى انا ادخل في مداخله بسيطه، لانه الرب خلى على قلبي انه انطق بهاي الكلمات. من شكرا اختي مارلين، احنا تعزينا بهذه الكلمات، لكن اتمنى مره ثانيه في برامج اخرى انه تتصلين يعني اكثر بكير، حتى انه يعني نعطيك فرصه اكثر انه تتواصلين معنا وتوصلين رساله الرب. هل القسيس فائز معي ولا أوكي؟ قسيس إذا ممكن بأقل من دقيقة صلاة تنهي البرنامج. آمين. أبانا السماوي نشكر لأجل كل يا رب الحلقة مشكلة المصنف علي الصوت بليز، ونروح دوس يا رب هو الإله العظيم اللي رتب لنا فرصة رائعة. يا رب احفظ تأثيرات البرنامج، احفظ كل الأفكار اللي أركت فيه، وصلي بركة للقناة، بركة لكل مشاهد يا رب، بركة لكل الموضوعات والأفكار اللي طرحناها في المسيح. ضاعف البركة لتزداد لنا من مجد إلى مجد، من حلقة إلى حلقة. تكون بركاتك على أختنا رواء مقدمة هذا البرنامج وعلى كل العاملين معها في القناة يا رب، في المسيح ليسود روحك وتأثيرك. احنا بنترك النفوس يا رب لكن يتسلط عليها فعالية وتأثير الروح القدس لكل مشاهد وسمع يا رب. نشكرك لأجل كل البركات البركة في هذا البرنامج، من سماع صلوات ومن شكر يا رب لأجل كل الذين عملت معهم واختبروك يا رب واختبروا فعالية الصلاة في حياتهم. في المسيح أرجو بركة للكل، لك السجود والحمد من الآن وإلى الأبد. آمين. شكرا قسيس فائز من أجل كلام الرب اللي وضعه على فمك وأوصلت أيضا إلى شعب الرب. أنا بشكر أحبائنا المشاهدين اللي تابعونا، وأيضا أشكر حضور الرب وأشكر مسحة الرب، مسحة الروح القدس في هذا البرنامج اللي أيضا انتقلت من خلال هذه الشاشة عبر قناة الآرامية. وسلام الله الأب ونعمة الرب يسوع المسيح وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم.